صاحبه دكتور على اخبار تعبناكم دكتور معكم الحمد لله الذي خلق الخلائق فأحصاهم عدد خير ما نفتتح به مراسيم احتفالنا آيات طيبات مباركات فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها وهذا المكان مكان النبي يونس وهو شرف هذه المدينة وهو عزها ومقامها كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن نينوى هي قرية أخي يونس عليه السلام. جئنا هذا اليوم إلى هذا المكان لنضع حجر الأساس وربما سبقنا البعض ووضع حجر الأساس ولكن لم تكن الأمور مهيئة إذ أن البعثة الألمانية كانت ما تزال تنقب عن الآثار الموجودة عن القصر الموجود وقد تم اكتشاف القصر وتم اكتشاف فيه آثار مهمة وكبيرة جدا لا يمكن أن نتغاضى عنها أو نتركها تحت الأتربة والرمال. في هذا الوقت استطعنا إقناع الألمان بأننا نضع حجر الأساس وبأن الأخوة المحسنين بجمعية فعل الخيرات التي يترأسها الأستاذ الدكتور سعد الله ومن معه سيباشرون حتما وسنرى الأرض ترتفع شيئا فشيء حتى تكتمل ونأتي جميعا بصحبة دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني لفتح جامع النبي يونس ويعود يزهو بألقه كما كان وبصورة بهية هذا المكان الذي عاشقه أهل نينوى وأهل الموصل هو ليس فقط نينويا أو موصليا وإنما هو رمزا إنسانيا وحضاريا وعالميا لما يحظى من قدسية كبيرة لجميع الأديان. سيكون هناك متحف ما بين الجامع وبين القصر الذي تم اكتشافه. هذا ليس للعراق فقط وإنما للعالم أجمع، هذا يمثل أيقونة العالم خاصة لنينوى وللعالم كل. هم يقدرون الوقت اللي نريده مثل ما كان وأحسن إن شاء الله. احنا جزء لا يتجزأ، احنا وزارة الثقافة جزء لا يتجزأ من جمعية فعل الخيرات. الجوامع احنا ننتظر إقرار الموازنة وإن شاء الله عندنا مشاريع عدة، والآن الجامع الكبير في الموصل أيقونة أخرى مرتبة العمل على 24 ساعة قائمة. عاهدت هذه الجمعية أهالي الموصل الكرام سوف تعيد معظم المساجد التي قد دمرت، وبفضل الله سبحانه وتعالى لاحظت المساجد التي تم فتحها وإن شاء الله عن قريبا نفتح مسجد جامع النبي شيد. هذا الجامع من الجوامع العريقة جدا والمهمة، ويعتبر هذا شرف لهذه المدينة التي كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام إنها قرية أخي يونس نينوى. فإحنا بدأنا بالعمل بفضل الله سبحانه وتعالى والعمل المستمر ليلا ونهار، وإن شاء الله بأقرب فرصة سوف ترون ملامح الجامع ترتفع كليا. جامع النبي يونس عليه السلام من شواخص الموصل العظيمة التي تفتخر فيها في تاريخها وفي حضارتها. إن شاء الله سبحانه وتعالى يتم إعمار الجامع في مراعاة التفاصيل الأثرية والتفاصيل المعمارية. حقيقة كانت اجتماعات مشتركة مع الفريق الألماني وتم التوصل إلى كيفية التكامل بين تصميم الجامع وتصميم قاعة العرش المرفقة التي تم اكتشافها ضمن الموقع خلال أعمال التنقيب للبعثة الألمانية. فإن شاء الله يكون عمل معلم حضاري ديني سياحي آثاري في قريب العاجل إن شاء الله نبدأ العمل. بدأتوا بالعمل لو بعد؟ إحنا بدأنا نعم في التسويات الترابية والجدران الساندة، فلكن تخطيط الجامع وهذا إن شاء الله خلال الفترة يعني الأيام القادمة قادمة. نعم. يعني مدة محددة؟ يعني نأمل نحن إن شاء الله سنة ونص أو سنتين، نأمل إن شاء الله سبحانه وتعالى ضمن هذا المدى. بادي أذيب شكرا لتلك الدماء التي أريقت لتحرير هذا المكان وهذه البلدة المباركة. ها نحن اليوم نشهد وضع الحجر الأساس لإعادة بناء جامع النبي يونس، هذا المكان الذي له قدسية عند أهل هذه المدينة
والذي له قدسية عند جميع المسلمين في بلدنا العراق وغيرهم من البلدان. هذا الجامع كان تجمع للمسلمين ولغير المسلمين حقيقة. بعد أن سلمت دائرة أو وزارة الأوقاف هذا المكان إلى ديوان الوقف السني، شرع ديوان الوقف السني بدعم جمعية فعل الخيرات والتي بدورها تقوم بإعادة بناء هذا الجامع ويكون الدعم بالمتبرعين، فنسأل الله عز وجل أن يجازي كل خير من سيدعم إعادة بناء هذا الجامع، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أموالهم وأعمالهم. آمين.